متابعينا الكرام، متابعين موقع صراحة الإخباري في كل مكان، برحب بكم في لايف جديد. احنا طبعا مع أسرة محمد عريس كف الدوار، طبعا اللي انتشر فيديو ليه هو وخطيبته في إحدى محلات الميك اب ارتست في مركز كف الدوار محافظة البحيرة. طبعا احنا هنتعرف على التفاصيل الفيديو، ايه اللي حصل مع والدة محمد، طبعا هتحكي لنا بالظبط تفاصيل الفيديو. برحب بيك على يعني موقع بصراحة، أنا عايزك تحكي لي إيه اللي حصل بالظبط وإيه اللي أثار الضجة للفيديو بتاع محمد. بص، أهلا بحضرتك. بصي، هو مفيش أي صحة للكلام اللي حصل عن محمد إن عروسته مغصوب عليه ولا إن هو غاصب عليه ولا إن هي بتحبهوش ولا الكلام ده كله. كل اللي حصل ديت بسبب الأرتيست أو الكوافيرة، إن هي كانت العروسة واخدة على خاطرها شوية أو زعلانة شوية من العريس، الله أعلم سبب إيه، مش هنقول سبب علشان أنا ما نعرفش الأسباب إيه أصلاً. بس ما فيش اي صحه من اللي هي مغصوبه ولا الكلام ده كله، لان هي بتحبه وهو بيحبها. ما فيش عروسه النهارده بتتغصب. وبعدين مع احترام لحضرتك، ما فيش بنت النهارده بتتغصب على اي حاجه. احنا في زمن الانترنت وفي زمن السوشيال ميديا، البنت حريه الاختيار في كل حاجه. بعد اذن حضرتك، يعني لو عايزه تلبس طقم معين هي بتلبسه حتى لو عايزاه، ما بالك لو دي جوازه الحياه او مثلا اللي هتعيش معاه مدى الحياه، هيغصبوا عليها اهلها وليه وعشان ايه؟ معلش، يعني انت هتغصب على بنتك ليه وعشان ايه؟ علشان تغصب عليها عشان تتجوزها. لا محمد قريبهم ولا محمد مثلا نقول لك ان هو عنده املاك ولا عنده كده اغرى اهل العروسه عشان يضغطوا عليها، لا، بل بالعكس، هم خدوه علشان هو راجل وعشان هو شهم وعلشان هو محترم وعلشان هو من اسره محترمه، هو وافقوا عشان كده. والعروسه انا قعدت معاها اكتر من مره، يعني بتاع 3 مرات، وهي موافقة على العريس، واهلها موافقين، واهلها جم بيتنا هنا، واحنا رحنا لهم بدل المرة كذا مرة في بيتهم، وما فيش اي صحة من الكلام اللي بيقول ده مغصوب عليها ولا بتعيط ولا الكلام ده كله. كل اللي حصل في الفيديو ان كان هو فرحان ورايح اللي خطيبته علشان يصالحها او علشان يراضيها، ان هي مثلا ممكن نقوله مثلا علشان هي كانت متوقعة ان هي كان يلبس بدلة. واي بنت بتبقى عايزة مثلا خطيبها يكون في احسن صورة، وهو راح بطقم كلاسيك، ما راحش بالبدله، او ممكن يكون علشان كده فهو حب يغير مفاجاه، فهو بيفاجئها. هو مش شايف ان كده هيزعلها ولا كده، هو بيعمل لها مفاجاه ان انا بنحب نغير عن اي عريس. تغيير العرسان بحالها بتلبس بدل في الشبكه او في الفرح، فانا ده تغيير، طقم كلاسيك ده تغيير بالنسبه له، وبالنسبه لك هنعمل لك مفاجاه. هو بيحبها ورايح فرحان وبيبوس على راسها وبيبوس على ايدها عشان يراضيها. فالارتست او الكوافيره بتصور وتقول له، هو هي العروسه زعلانه، فهو بيقول له صور وفرحان ان هو بيقول له صور علشان للذكرى، مش صور ان هو عارف ان هو بينشر حاجه على اي موقع من مواقع السوشيال ميديا، وبيقول له صور. في فرق بين كلمه صور وفي فرق بين كلمه انشر، وبيقول له صور عشان للذكرى، بيصوره عشان يحتفظ بالفيديو لنفسه محمد يحتفظ بيه لنفسه. ولكن هو ما يعرفش، ولكن محمد ما كانش يعرف اي حاجه ان الكوافير هينشر ولا اي حاجه، ولا يعرف ايه يعني لايف، ولا يعرف الكلام ده كله. محمد ما كانش يعرف اي حاجه ان الموضوع ده كله، حتى لما قال له صور قال له كده علشان يشيل الصوره ذكرى، بعد كده يضحك خطيبته، او بعد كده لما تبقى مراته يضحكها ويقول لها شايفه دي بتبقى ذكرى يعني. بس هو ما كانش يعرف اي حاجه. وبعدين حتى لو محمد قال له كده، كان المفروض ان هو استاذن منه، علشان دي حاجات خصوصيات، ان ازاي ان تتدخل في خصوصيات الناس وتيجي بعد كده الارتست اللي هي الكوافيره تيجي باعتذار لما تلاقي الدنيا طلعت من ايديها خلاص، تيجي باعتذار الساعه 5 الفجر وتقول انا بعتذر، ده العروسه مش مغصوبه ولا حاجه، والعروسه جايه هي والعريس يحجزوا عندي في الكوافير وكانوا مبسوطين وما فيش اي حاجه، والعروسه كاتبه اسم حرف العريس على ايديها واسمه على ايديها، ايوه هي كاتبه حرفه على ايديها، وايوه هي بتحبه وهو بيحبها وما فيش اي حاجه، بدليل ان هو فضلها عن نفسه وجاب لها احسن حاجه، جاب لها احسن حاجه. وفي كلام سمعناه ان هو ما جاب لها شبكه، لا، هو جاب لها شبكه، جاب لها افضل شبكه، ولما هي اختارت الشبكه وطلعت الشبكه اقل من المهر اللي ابوه واهله متفقين عليه، رفض محمد وجاب ازيد من المهر اللي هم متفقين عليه. يعني الشبكه مثلا كنا متفقين على 30,000، الشبكه عملت 26,000، وانا بقول الكلام ده وعارفه ان هو على النت، عمل 26,000، محمد رفض وجاب لها، زود لها حلق على الفلوس، لحد الفلوس ما عدت ال 30,000، عملت 31,800، وزود لها على الفلوس علشان خاطر هو متفق من لسانه، هو راجل
علشان هو متفق على 30,000 عشان ما يكسرش كلام اهله وعلشان يبقى اللي اتفق عليه جابه بدليل كده هو جاب لها احلى شبكه. وبيقولوا الناس ان هو ما عندهوش بيت ويا عيني غلبان ما عندوش بيت. لا انت البيت هو اتقعد ممكن تصور البيت اللي انت فيه وممكن تصور شقه العريس عنده شقته مش شطبه فوق واقفه على النقاشه خالصه خالص البلاط والضوء كل كل حاجه ما فيش الا بس النقاشه بس هي اللي فاضله وخلاص على كده وعفش العريس حاجات بسيطه حاجات تشطيبات بسيطه هي ودي شقته ملكه مش ايجار ولا حاجه. بص معلش في الزمن ده في بيت محمد انت قاعد في بيت محمد دلوقتي البيت بحاله على اربع ادوار بتاع محمد وبتاع اخوه ما لهمش اي حد هما الاثنين بس البيت بتاعهم ما فيش اي حد معاهم الا هو اللي هما الاثنين. يعني ازاي ان هما يقولوا كده وازاي ان الناس تظلمه بالظلم ده لدرجه ان هو نفسيته تعبت وما عادش قادر ان هو ينزل شغله والناس صحابه بيقولوا عليه تعليقات وحشه ان ازاي ان انت مش راجل ان انت ترد على الناس دي ولا سيبها ولا هي مش عايزاك ولا بس لا هو هي عايزاه وكل حاجه. هو راجل وراجل محترم ده مش بشهادتي ده بشهاده الناس اللي انا سالت عليه هنا وناس قالوا كلموني كتير ان انا يعني افضل من محمد فعلا محمد محترم محمد محترم محمد بياع بس محمد محترم جدا. بص بص اولا المفاجاه اللي انا هنقولها لك ان انا ما قلتهاش لحد قبل كده ان انا مش ام محمد انا مرات ابوه انا مرات ابو محمد بس انا بنقول لك بامانه محمد ونعم الابن محمد. بص شهم لدرجه ان هو بص لو معاه جيني في جيبه هو محتاجه واللي بره محتاجه اكتر منه يديه اللي بره ومش مشكله. هو بص مش بيدور على نفسه اخر حاجه بيدور على نفسه اخر حاجه حنين وراجل وشهم. بص بص ما نقولكش حاجه في محمد خالص محمد راجل بمعنى كلمه راجل واي بنت تتمنى ظفر محمد. محمد ابني اي بنت تتمنى ظفره مش عشان خطيبته مثلا زعلت شويه ولا خدت على خاطرها شويه يبقى قرفانه منه زي الناس ما بتقول ولا مش عايزاه ولا لا طبعا ما فيش اي صحه من الكلام ده كله. وخطيبته هتطلع في تصريح قريب خالص وهتكذب كل الكلام اللي بيتقال ده عن محمد برضو الناس واخده فكره غلط. لا هي الناس واخده فكره غلط هي ان شاء الله بس هي طبعا بنت واهلها برضو نفسيا مش مهيئه ان هي تطلع وتتكلم وطبعا اهلها ما ينفعش برضو ان هي تطلع وتتكلم فهي لازم باذن اهلها برضو. وهي اتصلت على محمد الصبح لما كانت الناس بتصور معاه وقالت له انا نيجي وهنصور معاكم وما فيش اي حاجه قال لها لما قال لها لا لازم نستاذنه ابوك الاول ولازم ابوك يكون موافق على الكلام ده كله. واحنا معانا صور للعيله بحالها انا وابوه وسته وعمته وكل العيله متصوره مع العروسه. لو هي مش عايزانا هتتصور معانا ليه حضرتك؟ انت كنت في لحظه الفيد ده كنت موجوده؟ ايوه حضرتك انا كنت هناك معاهم في الشبكه. لا في الكوافير لا بس انا ما كنتش في الكوافير انا اللي كنت هناك ساعه الشبكه كانوا داخلين ومبسوطين وبيضحكوا ما فيش اي حاجه وجابوا الشبكه ولبسوها لبعض حتى فضلنا نضحك ونهزر وما فيش اي حاجه. وبعد كده احنا مشينا وهو قاعد احنا مشينا وهو قاعد مع خطيبته وكلمته تاني يوم وراح خد الحاجات ردها تاني للكوافير الحاجات اللي كانت بتاعت الكوافير ومفيش اي حاجه من ده كله. حضرتك مفيش اي صحه للكلام اللي بيتقال. بنطالب بايه طيب؟ بنطالب الحق. هو ديت اللي انا عايزها حق محمد زي الناس ما شهرت بيه وقالت ان هو مستهزب عروسته وان عروسته مش عايزاه وان عروسته قرفانه منه وان عروسته مغصوب عليه. الناس دي ترد تاني وتقول ان محمد راجل ومحمد فضل خطيبته على نفسه حتى لو هو ما لبس بدله او لبس طقم كلاسيك او اي حاجه. الراجل ما بيبانش من اللبس الراجل من معدنه اهم حاجه ان هو يتكل الله فيها المهم اهم حاجه ان هو يحافظ عليها يعرف يصونها اهم حاجه ان هو فضل نفسه عليها. هو الكلام ده كله لو كان رفض ان هو يودها كوافير ولا لفت ان هو يلبسها لا حتى قال بتصريح انا عايز عروستي احسن واحده في الدنيا قال كده في تصريح انا عايز عروستي احسن واحده في الدنيا بقى. كل اللي احنا بنطالبه بيه العداله وبس وحق محمد هيجي بالقانون ان كان من اي حد اتكلم عليه من مواقع السوشيال ميديا او من صاحبه الكوافير نفسها حقه هيجي بالقانون ان شاء الله. بشكرك ماشي شكرا لحضرتك. مود اخبارك ايه؟ والله الحمد لله و 100 100 والله الحمد لله. ايه رايك في الواقع اللي حصل؟ والله بالنسبه للواقع اللي حصل ده الواقع ده ولا يرضيني ولا يرضى حد ولا يرضى اي حد على السوشيال ميديا. بس الناس دي حابه اللي هي تتكلم معانا تمام هي بتفضحنا تمام وبتفضح ناس ودي سمعه بنت ودي سمعه راجل وده كل الكلام ده. فالكلام اللي بيتقال ده كله كذب. الكلام اللي الناس ده كلها مطلعاه في التصريحات ده الكلام ده كله كذب.
فبراي والده العريس قالت لك في اقرب وقت ان شاء الله العروسه هتطلع في تصريح، بس الكلام ده كله هيجي بعد اذن اهلها وبعد اذن كل اللي موجودين، اصل احنا هنا برضك ناس عائلات تمام، فما ينفعش ان احنا ناخد راي من نفسينا تمام، لازم العيله ولازم ناخد راي كبير تمام، وبعد كده نعرف احنا هنقول ايه. بس ده اللي كل اللي انا حابه اقوله لك يعني ان شاء الله، وبعون الله كل ده وحقنا هيجي يعني. بشكركم شكرا جزيلا متابعين متابعين موقع بصراحه، بشكركم حسن المتابعه، شكرا شكرا.